السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة ليرباي أونس. في هذا الدرس سوف نأخذ تتمة المستوى آت فيلاخ ديل 5 الجزء الخامس. أرتس. طبيب. إك بن زيك. داروم موت إك نار إن أرتس غان. أنا مريض ولهذا يجب أن أذهب إلى الطبيب. بيبان. دوام جزئي. Mijn vader bezorgt kranten als bijbaan. وظيفة والدي بدوام جزئي هي تسليم الجرايد في المنطقة. كلوب. نادي. Hij zit op een voetbalclub. هو في نادي لكرة القدم. assistent مساعد. Onze docent heeft tegenwoordig een assistent. أستاذنا لديه الآن مساعد. bellen يتصل. Ik bel je vanavond. سأتصل بك الليلة. complicatie مضاعفات. Na de operatie waren er complicaties. كان هناك مضاعفات بعد العملية. beloven يوعد. Zij heeft mij een horloge beloofd. لقد وعدتني بساعة. binnenkomen يدخل. Ik wil niet binnenkomen. لا أريد الدخول. computer Zij heeft een nieuwe computer. لديها جهاز كمبيوتر جديد. automonteur ميكانيك السيارات. De automonteur heeft de olie vervangen. استبدل ميكانيك السيارات الزيت. benoemen تسمي أو تذكر. kan je drie landen in Europa benoemen? هل يمكنك تسمية ثلاث دول في أوروبا؟ bioscoop السينما. Ik ga vanavond naar de bioscoop. أنا ذاهب إلى السينما الليلة. daklozen مشردين. Dit programma besteedt aandacht aan de daklozen. هذا البرنامج يهتم بالمشردين. blauw أزرق. Ik heb een blauwe jas. لدي جاكيت أزرق. conflict نزاع. Hij praat niet meer met zijn broer. Ze hebben een conflict. لم يعد يتحدث إلى أخيه بعد الآن فلديهما نزاع. bereid استعداد. Zij is altijd bereid om mij te helpen. هي دائما على استعداد لمساعدتي. consultatie bureau المركز الصحي للأطفال الصغار. Ze ging met de baby naar het consultatiebureau. هي ذهبت مع الطفل إلى المركز الصحي. bakker خباز. Hij werkt als bakker. يعمل كخباز. beroemd مشهور. Hij is een beroemd man. إنه رجل مشهور. bleek شاحب.
Je ziet er niet goed uit. Je ziet erg bleek. أنت لا تبدو جيدا. تبدو شاحبا جداً.